مساء الخير يا رو حبيبتي، هنتكلم دلوقتي بسرعة عن فصل بيتكلم عن مهارات التدريس. مهارات التدريس بشكل عام، المهارات اللي بيمتلكها المعلم علشان يعرف يبقى يوصل معلومة ويبقى مدرس شاطر، فلازم يكون عنده مهارات، مهارات تدريسية. المهارات دي بتبقى ممكن صفات شخصية، ممكن تكون صفات يعني عقلية، ممكن تكون نبرات صوت، ممكن تكون حركات جسم، ممكن تكون كوليكشن كده من المهارات اللي بتخليه يبقى مدرس شاطر، اسمه مدرس ماهر، عنده مهارات تدريسية عالية، بيعرف يوصل معلومة كويس. دي أول حاجة. طيب مهارات التدريس زي ما موجود قدامك كده، احنا قلنا قبل كده في الترم الاولاني ان مهارات التدريس، علشان نقول ان المعلم دوت عنده مهارات تدريس، قلنا ان في مهارات بتبقى وهو قاعد في البيت اللي هي مهارات التخطيط للدرس، وبعد كده في مهارات التنفيذ اللي هو دخل الفصل وبدأ يشرح، وفي حاجة اسمها مهارات التقويم اللي هي بعد لما خلص شرح الدرس بتاعه يشوف بقى هل هو حقق الأهداف بتاعته ولا لأ، هل هو شرح كويس أو لأ، هل هو وصل المعلومة بشكل صح ولا لأ. ده كده بانوراما كده في البداية عشان نبقى فاهمين يعني إيه مهارات تدريس. طيب جوه مهارات التدريس في مهارات بقى، يعني كل واحدة من دي مهارة، يعني التخطيط للدرس دي مهارة، التهيئة دي مهارة، الشرح دي مهارة، طرح الأسئلة مهارة، التعزيز مهارة، إدارة الصف مهارة، الغلق مهارة، التطبيقات دي ملناش دعوة بيها. يبقى إذن علشان المعلم يكون بيمتلك مهارات تدريسية تؤهله إن هو يبقى معلم جيد، لازم يبقى بيكون بيعرف يخطط للدرس، لازم يكون بيعرف يعمل مقدمة للدرس، لازم يكون بيعرف يشرح كويس، لازم يكون بيعرف يطرح أسئلة كويس ويعرف يرد على الإجابات كويس، لازم يكون بيعرف يعزز سواء سلبي أو إيجابي. ما ينفعش مثلا إن الطالب يكون بيجاوب إجابة صحيحة وفظيعة ما يقولوش برافو أو يقوله كلمة حلوة ويحبطه، أو إنه يعمل تصرف غلط يعاقبه. ما ينفعش، ما ينفعش يكون شخصيته ضعيفة ومش عارف يدير الصف، مش عارف إزاي يمسك الحصة بتاعته. ما ينفعش يكون إنسان بيخلص حصته متأخر وبيخلص المعلومات ويقوم جاري من غير ما يعمل تلخيص للدرس ويعمل غلق للدرس. دي كده بانوراما عن الفصل كله. طب تعالي كده نبص مع بعض بالراحة، المهارات دي عبارة عن ايه؟ طيب لو احنا يا رو قلنا ايه هي مفهوم مهارات التدريس، احنا دلوقتي قلنا ان مهارات التدريس دي المهارات اللي بيمتلكها المعلم، سواء كانت بقى جسمية، حركية، انفعالية، عقلية، المهم ان هو يوصل المعلومة بتاعتي بشكل جيد ويعرف يوصل المعلومة بدقة، اداؤه يبقى حلو في الفصل، اقول ده مدرس شاطر. طب نشوفها بقى هي كده تعريفها ايه بالراحة. تعرف مهارات التدريس بكونها مجموعة من السلوكيات المعرفية، يعني محضر كويس ومعلوماته حلوة ومعلوماته أكتر من التلميذ وعارف كويس قوي هو بيشرح إيه، يبقى سلوكيات معرفية، وجسمية، عارف يتحرك في الفصل، عارف يدي إيماءات بجسمه مع لسانه مع كلامه يوصل المعلومة بشكل أكتر. طيب معرفية وجسمية وتدريسية، السلوكيات المعرفية والجسمية التدريسية التي يظهرها المعلم في نشاطه التدريسي. السلوكيات المعرفية والجسمية التدريسية دي ايه؟ بيظهرها المعلم في نشاطه التدريسي، يعني هو بيدرس جوه الفصل لتحقيق اهداف تدريسية معينة عشان يحقق اهدافه اللي هو المعلومة اللي رايح يديها للطالب. تظهر هذه السلوكيات ضمن ايه بقى؟ الممارسات التدريسية للمعلم في صورة استجابات انفعالية او حركية او لفظية. انا بوجه انفعالاتي وحركاتي وألفاظي بدقة تامة حوالين المعلومة اللي أنا عايزة أوصلها، بعمل إيماء بجسمي، بعمل حركة
بسترس على كلمة، بقول بنبرة صوت عالية أو واطية أو ما إلى ذلك، بعمل كل ده علشان أوصل المعلومة. طيب الاستجابات الانفعالية والحركية واللفظية بتتميز بعناصر الدقة والسرعة في الأداء والتكيف مع ظروف الموقف التعليمي. يبقى احنا هنا عايزين نقول هنا في الجزئية دي ايه، حتى لو انت شايفة ان التعريف مكلكع، لأ هو عاوز يقول ان مهارات التدريس دي عبارة عن سلوكيات معرفية وجسمية تدريسية بتظهر امتى؟ لما المعلم بيدرس، بتظهر في نشاطه التدريسي لتحقيق اهداف معينة علشان يعرف يشرح. بتظهر السلوكيات دي ضمن الممارسات التدريسية للمعلم في صورة ايه؟ في صورة استجابات انفعالية او حركية او لفظية، زي ما انا قلت لك ايماءات او انفعالات او حركات بالجسم او باللسان، بتتميز بعناصر السرعة والدقة في الاداء والتكيف مع ظروف الموقف التعليمي. يعني حسب الموقف التعليمي اللي انا بشرحه بتكون انفعالاتي بتظهر. بشرح مثلا حاجة محتاجة صوتي يعلى فيها، بعلي صوتي مثلا، بس بعلمهم ازاي نسأل السؤال، ازاي اللهجة، فبعمل لهجة السؤال، فطبعا نبرة صوتي بتختلف. يبقى انا كده عملت حركة بجسمي وصوتي كمان غيرته علشان اوصل المعلومة وفقا للموقف التعليمي المعين. دي اول حاجة ايه في مفهومها. طيب خصائص مهارات التدريس، يعني مهارات التدريس دي المفروض تبقى عاملة ازاي، خصائصها ايه؟ اول حاجة لازم تكون قابلة للتعميم، اقدر اعممها على اي مادة، على اي مدرس لاي مادة. يعني مش مثلا مدرس الفرنسي بس هو اللي خاص بيها، او مدرس الالماني خاص بيها، لا تتعمم على اي مدرس لاي مادة في الدنيا. القابلية للتدريب والتعلم، يعني المهارة دي انا اقدر اتعلمها او اقدر اكتسبها من خلال تدريب، من خلال دورة تدريبية، من خلال ما انا بروح التربية العملي مثلا وانا في الاعداد المهني للمعلم، الاعداد المهني دوت اللي هو اثناء الخدمة، تمام، او بعد الخدمة او قبل الخدمة. اثناء الخدمة اللي هي اثناء ما انا بدرس، بنروح تربية عملي، انا ممكن اتعلم مهارات التدريس دي اثناء الخدمة، ممكن بعدها في كورسات، ممكن في الفكرة اللي هي ايه، ان هي تبقى اقدر اخدها من التدريب. يبقى اقدر اعممها على اي مدرس لاي مادة، مش خاصة بواحد، مش خاصة بمدرس معين. اتنين، ان هي قابلة للتدريب والتعلم، يعني اقدر اتعلمها واكتسبها في اي مرحلة من مراحل اعداد المعلم. تالت حاجة، امكانية اشتقاقها من مصادر متنوعة. اقدر اشتقها من ايه؟ اقدر اشتقها من تحليل دور المعلم. يعني انا دلوقتي بشوف المعلم وهو بيشرح المفروض يشرح ازاي، فباخد المفروض يشرح ازاي واعلمها للمعلم الجديد. حاجة تانية، من احتياجات المتعلم وخصائصه. انا المتعلم مثلا وهو صغير محتاج مني اديله الدرس بشكل معين، طب بس لما يكبر شوية محتاج لا اتعامل معاه بشكل تاني. يبقى من خلال احتياجاته وخصائصه انا بعلم المعلم ازاي يتعامل معاه، او من خلال بقى الجزء النظري اللي هو نظريات التعلم وطرق التدريس، الكلام اللي في الكتب. يبقى اذا خصائص مهارات التدريس، اول حاجة القابلية للتعميم، بمعنى ان وظيفة المعلم لا تختلف من معلم لاخر باختلاف المادة اللي بيدرسها او المرحلة او الصف، رغم ان تتميز بالمرونة والقابلية للتشكيل في اطار خصوصية المعلم وفقا لطبيعة كل مادة وكل مرحلة. يبقى اقدر اعممها. اتنين، القابلية للتدريب والتعلم، حيث يمكن اكتسابها من خلال برامج التدريب المختلفة في مراحل الاعداد وتأهيل المهن المعلم في اي مرحلة اقدر اكتسبها. تلاتة، إمكانية اشتقاقها من مصادر متنوعة، زي ما احنا قلنا من احتياجات المتعلم وخصائصه، من نظريات التعلم وطرق التدريس، أو من تحليل أدوار ومهام المعلم. خلاص نرجع كده يا رو للترم الأول، واحنا بنقول إن التخطيط للتدريس أو علشان أعمل خطة للتدريس، في عندي مفهوم لتخطيط التدريس، ان يعني ايه انا بعمل ازاي، يعني ايه بخطط للدرس، يعني بعمل تحضير الدرس، يعني بعمل تخطيط، بعمل اعداد ذهني للدرس بتاعي، بحضر الدرس في راسي، بقول انا بكره ان شاء الله هشرح الدرس بالطريقه الفلانيه، انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبكتب الكلام ده في تحضير الدرس علشان لما اروح الفصل ما انساش،
لو نسيت حتة أبص في التحضيرة أعرف أنا كنت هعمل إيه. حلو، ليه بحضر الدرس؟ عشان ما اروحش اقول معلومات غلط قدام التلميذ، ما اقعدش ارتجل واقول كلام عبيط ملوش اي علاقة بالدرس. بحضر الدرس عشان تبقى معلوماتي اقوى من التلميذ، ما يسألنيش سؤال ويحرجني. بحضر الدرس علشان انمي نفسي معرفيا ومهنيا انا كمعلم. بحضر الدرس علشان تحضير الدرس بيخليني اتطور وبحسن من عملية التعليم والتعلم. بحضر الدرس علشان أعرف مدى قوة المنهج، الحاجات النقاط المهمة في المنهج والنقاط الضعيفة. ساعات قوي بيكون في معلومات مغلوطة في الكتب، أعرف إيه الصح وإيه الغلط وأبدأ محدش يفاجئني بحاجة، بطالب ما يفاجئنيش بمعلومة أخدها بقى في درس ويجي بقى يتفلسف عليا في الفصل. لأ، أنا بحضر علشان أكون رايح واثق من نفسي. تمام، بحضر الدرس عشان حاجات كتيرة قوي قوي. طب تعالي نشوف مع بعض يعني ايه تخطيط الدرس، يعني ايه teaching planning. يقصد بالتخطيط للتدريس يقصد به اعداد مخطط تفصيلي الاهداف واجراءات واساليب ووسائل وانشطة التدريس التي ينبغي الالتزام بها عند تنفيذ عملية التدريس. يعني دلوقتي انا لما بخطط للدرس بعمل ايه؟ بعمل مخطط تفصيلي للأهداف بتاعت الدرس، الإجراءات أنا هعمل إيه بالظبط، إيه الخطوات اللي أنا همشي عليها عشان أشرح الدرس، أساليب ووسائل وأنشطة التدريس، يعني هستخدم وسائل تعليمية إزاي، إيه الأنشطة اللي هستخدمها علشان أشرح الدرس عشان أعزز وأأكد على المعلومة، إيه وسائل التقويم اللي هستخدمها في الآخر علشان أعرف درسي اتشرح كويس ولا لأ. يبقى أنا بعمل مخطط تفصيلي للأهداف والإجراءات والأساليب ووسائل وأنشطة التدريس اللي ينبغي الالتزام بها عند تنفيذ عملية التدريس، اللي أنا كمعلم لازم ألتزم بها علشان أعرف أشرح الدرس بشكل جيد. طيب أنا هوريك خطة التدريس باللغة الفرنسية علشان تشوفي كده شكل خطة التدريس إزاي. بصي بسرعة كده، وهتبقى زيها بالألماني. خطة الدرس تبقى عاملة كده، رسمة تخطيطية كده زي ما انت شايفة، 3 عمود على الشمال فيها التاريخ والفصل الدراسي والفصل بتاع بدل سنة كام والحصة كام، عنوان الوحدة، اسم الوحدة، رقم الوحدة عنوانها، رقم الدرس عنوانه، وبعد كده دي المكونات اللي هي الأساسية اللي هي الهدف العام من الدرس، الأهداف الخاصة، مصادر التعلم ووسائل التعليمية، استراتيجيات التدريس، الإجراءات، التهيئة، عرض الدرس، الغلق، التقويم، أنشطة إسرائية، والواجب المنزلي. لو بصيتي على كده دي المفترض خطة الدرس اللي المفترض إحنا نتعلمها بكل اللغات. نرجع تاني فين الملف اللي احنا كنا شغالين عليه دلوقتي؟ راح فين؟ اهو. طيب نرجع بقى بسرعة كده لأهمية التخطيط. أهمية التخطيط للتدريس، احنا ليه بنخطط للدرس؟ أول حاجة العمل على تحسين عملية التعليم والتعلم وجعلها أكثر فعالية، وذلك باستنادها إلى التخطيط والتوضيح والوضوح وبعدها عن الارتجال والعشوائية وإلى توقع أسئلة التلاميذ. يبقى أنا بحضر الدرس علشان أحسن من عملية التعليم والتعلم وأخليها أكثر فعالية. لما بحضر الدرس بعرف الخبايا والأسرار اللي فيه، بعرف أجيب وسيلة تعليمية تسهل لي عملية التعلم وأخليه أكثر فعالية. ولأنه ده ليه؟ لأنه بيستند الى التخطيط والوضوح وبعدها عن الارتجال. ما بروحش ان انا ارتجل واقول كلام فاضي من عندي وما اتوقعش بقى اسئله التلاميذ اللي ممكن تحرجني. ده رقم 1. 2، مساعده المعلم على النمو المهني المستمر. على طول انا بذاكر وبشوف معلومات جديده، بتعرف على المنهج. 3، مساعده المعلم. 4، مساعده المعلم على تجنب المواقف الصفيه المحرجه، محدش يجي يفاجئني بسؤال انا مش عارفه. مساعدة المعلم على تحديد الأهداف التربوية التي يسعى لتحقيقها. أما بحضر الدرس بعرف إيه الأهداف بتاعة الدرس. المساعدة على اكتساب المعلم. لا، إحنا قلنا 5 بس، إحنا قلنا في دي 5 بس والفيديو أصلا خلص.